اهلا فيكم، معكم احمد، معكم احمد، حلقه جديده من كرنج الانترنت. انا حكينا صح. كل عام وانتم بخير يا جماعه بمناسبه عيد الفطر. ايه وعقبال 100 سنه يا اخوان. مش هيك صح؟ لا مش هيك. لو ما لاحظتوا، ما اتوقع في حد لاحظ. لا لاحظوا. لا كرنج الانترنت هي سلسله عندنا، صار لنا شهرين تركيبة، شهرين. القصه انه في هذه الشهرين صار كورونا. اذا وصل هذا الفيديو 70,000 80,000 وين؟ إذا وصل هذا الفيديو 80,000 لايك مننزل كمان حلقة كرينج بكرة أو بعد بكرة. إذا هيك حنشوفكم بعد شهر إن شاء الله. طيب واليوم بدنا نحكي عن نور مرخ. الزلمة الزلمة الزلمة. آخر حلقة عملناها عن نور مرخ كان إنه زلمة، وهو مصدر زلومية، هو نبعة زلومية، عارف؟ بس إحنا صارنا نقص شهرين كاملين، يعني ما حضرنا ولا فيديو نور مرخ. محتاجين الزلمة نور مرخ بحياتنا. صرت بنت أنا. انا لاحظت لاحظت انك صرت بنت. انا لاحظت فيك انك انت شيل ايدك اوش من عندي. انت كمان بطل زلمه على فكره، مو لحالي. صار يحط ميك اب يا جماعه. هي علينا حكيت تحكيش لحد. حكيت لك الموضوع. اسف يا اخوي، اسف. خلص لازم اثبت حالي، اثبت نقطتي. مش لحالي بطل زلمه، انت كمان بطل زلمه. طيب يلا فخلينا هسه نغذي الزلوميه تبعتنا. نحضر. بدي اتعاطى زلوميه. يلا خلينا نحضر. حلو يعني. مش مع ايه 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 تعملهاش ايه 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 ناس ايه فيه. ايش طبيعي؟ ايش طبيعي؟ لا ضرب نور مرخ. يعني مش لازم نحكي اصلا. مش لازم نحكي. عادي يعني عادي، ايش طبيعي. رخيصة مصاري. كلبة اموال. كلبة اموال. كلبة اموال. نعم. تمثيل يا اخوي. دفشت الشاب لانها لقت مصاري على الارض. ومشيت الزلم. انت مالك يا زلمه؟ اسمع، شو الدرس اللي احنا نكسبه؟ لازم تذكر كل تيك توكيه. يعني في درس، لما تكون بدك تصاحب بنت وتطلع رخيصة مصاري اعطيها كل فلوسك وروح. صح. صح والله معك حق. خلينا نشوف هسه الثالث تيك توكيه زلوميه لنور مرخ. خلينا هات. اوكي هسه هو بده يعلمنا كيف نصور زي الزلم. تعلمنا نصور زي الزلم. خلينا نشوف. شو هذا؟ وات از ذس؟ لا خلص. لا طلع. في زلمه هيك بتصور؟ في لا غلط، ما بصير. صح؟ لا معقول هو تثبت لنا انه كلامنا غلط؟ انه تثبت لنا انه هو فعليا مش زلمه، مش زي ما احنا ظلمناه وحكينا عنه. انا مصدوم. اسمع اللي صار. بعد ما عملنا فيديو زلوميه عن نور مرخ وكل الناس عصبوا وتضايقوا وهو كمان نفسه، يعني هو ما صدق نفسه. يعني كيف تحكوا عني زلمه؟ يعني انه ايش هالاشاعات، ايش هالكذب، ايش الافتراء. ترك فيديوهات زلوميه والواضح انه صار يرقص مع هذا الشاب. طلع في توافق بالحركات. في كونكشن قوي وكيمستري. كيف كونكشن؟ لا كيمستري اقوى. كيمستري اقوى كونكشن. شفتها؟ اوف. لا جد في كيمستري. جد. انت اللي خربت، انت حركت ايدك غلط. جد؟ ايش بسوي؟ زبطت؟ ما بعرف. طيب اسمع، انت بتمزح يمين او مزح شمال؟ اوكي. يلا شوي دقيقة. كثير سريع، لازم مع الاغنية. لا مش دقيقة، بس انت بدك تزح يمين ولا شمال اول شيء؟ يمين وانت شمال. طيب يلا بس اشوف. يلا. بجد؟
شوف 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 هذا هذا هاي الحركة أكيد ما حد قلدهم. لا أنا بس شايف تكون فاتح تيك توك ويدخل أبوك عليك. ميسي كميسي كونكشن في في كونكشن كونكشن طلع مسكار طلع ما كوبلز الله يخليكم لبعض. اسمع انا بصراحه صح بضحك بس من جواتي بضحك كمان. لا بس جد جد جواد متضايق انه انا كنت هو القدوه هو القدوه الزدوميه بالاخلاق. طلع هسه شو صار ليكون احنا اللي خليناه هيك. احنا غيرناه. لا 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 تحكيهاش تحكي كل هذا صار منا. تخيل نور مرخ القديم كان دفش صاحبه ومشي ماشي تزلومي ما كان يعمل كل هذا. كان ضربه كان دش ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح. لا ايش في شخص جديد. اهلا وسهلا. خلينا نشوف ليك الواوا بوس الواوا خلي الله يعز. شو بقى الموسيقى شو الموسيقى هاي شو بابا وحمح صح شو هاي ايش في شو بابا فح هاي شو الاغنيه هاي بابا هاي الاغنيه بابا فح لما بيسكن. بس طلع اسمع طلع على الشاب هذا هذا الزلمه بتلاقيه كان مع اهله حكى انا بدي اسافر انا وما عشان اكون زلمه واثبت لكم اني انا الزلمه. بعدين اجى هيك فات على وما طلع ايش طلع عليه لما بيسكن واوا شلتو زار الواوا طلع عليه مسكين طلع نظارته لما بيسكن واوا شلتو زار تحسه قصب عنه. ليش اطلع ليش اطلع هيك ليش اطلع ليش اطلع ولاعه. لا يا وجي طلع اسمع شوف لاحظ هنا لاحظ طلع هذا زهد اللي راح مسافر عشان يكون زلمة خلاص ضايق مسكين بطل يشارك خلاص. شفت الغمزة هاي مش طبيعي. لما حكى نوتيلا مسك صاحبه بمبوني صاحب في نوتيلا. انا لو بعمل تيك توك احكي نوتيلا اعمل هيك بعد عني يا زلمه بعد عني يا زلمه نوتيلا عشقك يا بنت حلال حبك يا بنت حلال فانيليا بالكراميلا يا بنت. شو صاير نور مرخ وين لماذا وين كلهم وصلنا يا نور مرخ. مش منطقي كل ما احط واحد قدوه في الزلوميه يبطل زلمه. فقهو بحاول يعطينا رساله. شو تعلمنا انك انت بتقدر تكون زلمه لو تعبت حالك تقدر تكون زلمه ولو تعبت حالك كمان تقدر تكون مش زلمه. يعني انت بتختار شو بتكون. انت حر بحالك. انت بدك تكون ايش ما بدك. الحريه حريه شخصيه كونكشن. هو بحكي لك انه شيل ايدك. هو بحكي لك انه ممكن شيل ايدك. هو بحكي لك يا هي خلص بس عيب يا نوتيلا يا زومبي يا حلو يا بنت حلو بس يا ابني هسه اخوي بفوت. Can I ask you a question? Do you have boyfriend? And if you don't, can I be yours? طبعا يا جماعة هو بيحكي بالانجليزي فحترجم لكم اياها في المونتاج. مرحبا ممكن اسألك شو رأيك نعمل مع بعض connection اذا ما بدك فيش تيك توك. شو اللي احضرناه اليوم؟ ليش هيك صار؟ انا حسيت صدمة حياتي، يعني صدمة الكون او صدمة نوماخ نفس السنة. هسا اسمعوا ما تزعلوا منا. اكتبوا لنا تعليقات سيئة، تحكوا عنا بقى ما حكينا عنه زلمة. ليش؟ زبالة المدرسة. ما مشاعر ما بحب حدا يسب علي بامين زبالة. على الأقل اسمع لما تسبوا سبوا مسبات كويس. جد سبوا يا الفكرة يا اخوان انه محتوى كرنجي، طلعوا آخر فيديو نزلوا. Do you have boyfriend? وهو قاعد بيعمل هيك عشان كل البنات اللي بتابعوه نور مرخ انا بدي اكون بوي فريند تبعك. حلو يعني اسمع ما في ناس يور بوي فريند. ايش في مش محتوى زي هيك. لا يعني هو شو احسن من يعني اشقر ابيضاني بالضبط. وما شاء الله عليه يعني هو كيف بقدر اعمل معه تيك توك. وبس يا جماعة شكرا لكم على حضور الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. إذا ما عجبكم برضو اعملوا لايك. خلينا نشوف مين أكثر لايكات ولا لايكات. شوفكم على فيديو حوش وغير التعليقات. هاي هي أغنية التعليقات. حنختار تعليق عشوائي هلأ هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا. تعليق من الفيديو الماضي علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي.
تعليق عشوائي.